رح نضل مع الشباب السوري وبرامج دعم الشباب بحضور وبوجود معنا فريق سند التنموي. بدي رحب بسلمى عودة مديرة برنامج دعم الشباب ووائل بلال مدير برنامج الريادة والعمل. أهلا وسهلا فيكم معنا. يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدا معك استاذ وائل هيك بلمحه سريعه، ابرز برامج فريق سند التنموي اعداد المستفيدين بالفتره الاخيره. تفضل. برامج فريق سند التنموي هن اربع اساسيين. في عندنا برنامج رياده الاعمال واللي هو خاص بدعم اصحاب المشاريع واصحاب الافكار، برنامج العمل المستقل المتجه للفريلانسر او اصحاب العمل المستقل اللي بيهتموا بالعمل الحر، وفي عندنا برنامج دعم الشباب برنامج دعم الشباب سنتر، وكمان برنامج الدعم الاكاديمي. برنامج اكاديمي متجه للطلاب الجامعي اللي محتاج لمنحه داخليه او منحه خارجيه. هاي البرامج الاربعه على مستوى مؤسسه سند. نحن كان في عنا نتائج كثير مهمه حققناها على مستوى العمليات ومستوى البرامج. نحكي على العمليات الموجوده ضمن المؤسسه، فنحن صار في عنا هيكليه واضحه، اليات تطوير الاليات والاجراءات ضمن المؤسسه والبوليسيز كاملة والسياسات. وبالنسبة للبرامج نحن حققنا أكثر من 30 ألف مستفيد ضمن البرامج الأربعة، أكثر من 55 حتى مشروع نفذوا كمان ضمن هدول البرامج على مستوى سوريا والمراكز الموجودة فيها. جميل جدا، يعني أرقام مشرفة. لما بيكون في تخطيط صحيح أكيد بيكون التنفيذ صحيح ونتائج مرضية للجميع. أكيد عندكم آلية بالعمل متبعة. إذا بدنا نحكي عنها مثل ما حكى كمان الأستاذ وائل عن موضوع الهيكلية، كيف ممكن تقولبوا أو تعيدوا هيكلة الفريق لحتى يتناسب مع أهدافكم؟ يعني بداية نحن بفريق سند التنموي حاليا عم نشتغل على نظام الإدارة بالأقسام. في الأقسام الإدارية، المالية، التواصل أهم، والمشاريع اللي هي عم تتنفذ خلال العام. بداية دائما بكل سنة بيكون في عملية التخطيط الاستراتيجي اللي بنبدأ فيها لحتى نحن نمشي على الاحتياجات اللي عم بتكون عند الشباب ونقدر نأمن من خلالها هي المشاريع والأنشطة اللي بقلب كل مشروع. تمام. هي الهيكلية البعض بيعاني منها بالفرق التطوعية أو الفرق التنموية، يعني هي بالشركات اللي بتكون كتير بروفيشنال وبتكون أخذ آيزو أو ما إلى ما هنالك بتكون مطبقة، لكن أحيانا بالفرق التطوعية بيعانوا وبيكون بصير في خلل. ماشية الأمور تمام بهي الهيكلية وهي الآلية؟ هلا نحن ب 2013 لما بلشنا كفريق تطوعي اكيد ما كان في هالسيستم، فينا نقول تمام. بس لما عم نقطع سنه عن سنه وعم نكبر اكثر، ب 2017 لما صرنا مؤسسه يعني صارت الفكره انه نحن عم نقدم كثير للشباب وعم بيكون في عنا عن جد مشاريع لها اثر، فصار لازم نحن نهيكل ادارتنا، نعمل سياسات، نعمل اجراءات، وعلى اساسها عم بيكون يعني مرحله ورا مرحله عم تتطور. يعني هي ما عم تتاخذ مثل الشركات الكبيره، وبنفس الوقت ما عم تكون مثل الفرق. يعني صرنا نحن بمرحله على مسار انه نحن نطور كل فتره بهي الاجراءات لحتى تخدم اكثر المشاريع اللي عم نطبقها. تمام. قديش مهم انه نحن ما نضل بنفس القالب الجامد، يعني مثل ما حكيت من شوي هالنقطه انه نحن بنعدل ببنيه هي المؤسسه اللي نحن عم نشتغل فيها. العمل المؤسساتي يمكن هو هي معايير الصحيحه، ما نضل مشيانين على قاعده واحده ونحن ما عم نطور ذاتنا. 100% صح. تمام. كنتوا عم تحكوا عن المشاريع، من مشاريعكم فريلانسر هوب ممكن نحكي عنه اكثر؟ اكيد مع زميلي وائل. فريلانس هاب هو المشروع يلي نحن بلشنا فيه تقريبا من فترة قريبة، يعني تم إطلاق الاستمارة على مواقع السوشيال ميديا، واللي هو بيحكي خليني أقول عن البرنامج بحد ذاته المنفذ وعن المركز الأول اللي هو موجود لدعم أصحاب العمل المستقل. هو المركز الأول بسوريا لدعمهم. حبلش من المشروع وشو وظيفته لهذا المركز. المشروع بيهدف للمستهدفين من هذا المشروع هن المهتمين وأصحاب الحد الأدنى من المهارات بالاختصاصات الأربعة: برمجة، كتابة محتوى، تصوير ومونتاج، والاختصاص الرابع تصوير ومونتاج، برمجة، كتابة محتوى، تصميم عفوا. التصميم أول شيء. التصميم نحن الحد الأدنى، أنت كمستفيد عندك الحد الأدنى من هدول المهارات،
ومهتم بتعلم احد هدول الاختصاصات، فاهلا وسهلا فيك بهذا المشروع. نحن من كل اختصاص حيتم اجراء مقابلات مع المستفيدين واختيار 25 مستفيد لكل اختصاص. حيمروا بثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى هي مرحله التدريب التخصصي باحدى الاختصاصات اللي ذكرتهم هلا بشوي. تدريب تخصصي لمده 120 ساعه، حياكل حوالي شهر ل 35 يوم. حيتدرب على ادوات وكونسبت ومفهوم كل اختصاص من هدول الاختصاصات الاربعه. يعني اذا عم نقول تصميم فهو كونسبت الصوره، كونسبت الالوان، كيف بيشوف الزاويه صح، كيف بيصمم لوجو هويه بصريه بنفس الوقت. وبعدين بينتقل للادوات اللي هي ممكن تكون الفوتوشوب او الالستريتر ليطور من حاله. تمام. 120 ساعه نحن عم يكون مستفيد بهذا التدريب التخصصي، هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي ملتقى ومعسكر تدريبي، مؤلفه من خطوتين خليني اقول. الملتقى هو مدته 5 ايام، بيقلنا انه شو هن منصات العمل المستقل، كيف انت بتفوت على هالمنصات، كيف بتم تسعير، كيف بتعمل عقود، يعني عم يكون اداري، هنيك تخصصي صرنا بهالمرحله اداري للمستفيد. المعسكر التدريبي هو كمان عم يقلنا مهارات شخصيه، كوميونيكيشن سكيلز، نيغوشيشن سكيلز، يعني التفاوض او التواصل مع العملاء. من بعد هي المرحله ال 15 يوم بينتقل معنا للمرحله الثالثه وهي الاحتضان. الاحتضان نحن عم نحكي هون عن المركز واللي هو المركز الاول بسوريا الداعم لاصحاب العمل المستقل، عم يتم حاليا انهاء التفاصيل الاخيره ليتم افتتاحه ان شاء الله قريبا. البرنامج هو بالشراكه مع برنامج الامم المتحده الانمائي اليو ان دي بي وفريق سند التنموي عم ينفذ. المركز حيتم افتتاحه مثل ما ذكرت قريبا. حيتم بالمرحله الثالثه للمشروع احتضان المستفيدين، رح يتم اختيار من ال 150 ليتم احتضانهم بهذا المركز. حيكون في معدات ولوجستيات، حيكون في بيئه عمل، حيكون في مرشدين. هلو مرشدين، كل مرشد مسؤول عن 4 مستفيدين عم يكونوا عم يستلموا بروجكت واقعي، يعني بعد ما تدرب تخصصي وتدرب اداري عم يستلم بروجكت نظامي انت عم تشتغل عليه وانت عم تقدمه لزبائن هن كانوا تصميم او هن كانوا برمجه. تمام. بمختلف الاختصاصات 100%. عم يكون في غرف خاصه بالتصوير جرين وول، عم يكون في 3 كاميرات بالنسبه للمختصين بالتصوير. بالنسبه للتصميم عم يكون في اجهزه على مستوى متطور عالي مع مصممين ايضا اصحاب خبره بالسوق السوري لحتى يكونوا مرشدين لهذا الاختصاص، وان كان كتابه المحتوى نفس الشيء وان كان بالتصوير والمونتاج. ظريفه هي الاليه وهي التراتبيه، يعني انتم عم تشكلوا بيئه حاضنه لاي مشروع، لاي فريق، لاي عنصر شاب لحتى يكون هذا المكان بيئه خصبه لمشروعه. بدي احد ابرز التحديات اللي بتواجه الشباب بمختلف الاختصاصات هي تحويل المحتوى النظري لعملي. عم تشتغلوا على موضوع اعداد المحتوى وتامين تاهيل الشباب للخوض بغمار سوق العمل، خبرينا عن هي الاليه استاذ سليمان. هلا يعني حاليا نحن بعده برامج بنتطرق لموضوع اعداد المحتوى، ان كان مثلا بانترو سنتر المركز دعم الشباب اللي انا مستلمته بشكل مبدئي، يعني اساسيات كيف الشخص مثلا يبلش بهذا المجال، شو يعني عمل مستقل، وبنربطهم ببعض لحتى هن يطلعوا بنتاج يبلشوا فيه. اما اذا هن حابين كان يتخصصوا اكثر ويعرفوا اكثر عن هذا المجال ممكن يقدموا على فريلانسرز هوب لحتى هن يفوتوا بكل المراحل، يعني ما بتعود مقتصرة بس على الأساسيات وإنما بيتعلموا خلال 120 ساعة تدريبية كل المهارات اللي بيحتاجوها، وبعدين إذا تأهلوا للمرحلة اللي بعدها هنن بيصير في عندهم بيئة عمل لحتى يشتغلوا فيها. وهي إحدى الاختصاصات، يعني كتابة المحتوى من الاختصاصات نحن مستهدفينها بالفريلانسر هاب اللي ذكرتهم الأربعة. هي طريقة توليد الأفكار للشريحة المستهدفة ليكون جذاب وفاعل، ممكن يكون مرئي، ممكن يكون مسموع، وفي له أكثر من نوع، كوبي رايتنج، ويب رايتنج، كونتنت رايتنج، كمان كل هالفروقات إن شاء الله هياخذوها ضمن الفريلانسرز. تمام. هلا حكينا عن موضوع التدريب، ما شرط يكون الشاب أو الشابة أو المتقدم متخصص، إنما الشغف هو كافي لأي مشروع ممكن يدخل فيه. لكن هي البرامج المقدمة هل هي بيتم دراستها وفق السوق واحتياجات السوق؟ تمام. نحن بسند دائما متجهين لسوق العمل، فدائما نحن بنحاول نشوف شو الاحتياجات الموجوده بالسوق، وعن طريقها ننفذها البرامج بتحط الخطه الاساسيه لحتى يطلع مشاريع. هاي المشاريع تنفذ انشطه، هي الانشطه الاستهداف النهائي تبعها والمخرج النهائي تبعها من الانشطه مستفيدين قادرين على دخول سوق العمل لحتى يصنعوا دخل جديد يضاف للناتج المحلي ويكون في فائده اكبر للمستفيد.
هي تمام. حاختم معك بسؤال ختامي استاذ سليمان، وين موجودين اليوم؟ النطاق الجغرافي اللي عم نشتغل فيه، وشو الشروط الواجب توفرها بالمبادره او بالمشروع لحتى نتبنى كسند؟ تمام. هلا ضمن برنامج انترو سنتر دعم الشباب، نحن حاليا متواجدين بدمشق بمركزنا بالعفيف، بحلب ايضا كان في مركز لدعم الشباب، وبحما هلا كمان في عندنا مشروع ومركز لسند عم نتواجد فيه. بالنسبه لدعم المبادرات اللي هي خدمه من خدمات اللي عم يقدمها دعم الشباب، في لها عده معايير، ولكن هي فينا نقول بسيطه، يعني يكون مبادره شبابيه مجانيه، بالاضافه انه هي بتهدف لحتى نحن نفوت او يعني ندخل الشباب لسوق العمل. تمام. هلا قبل الختام، في كثير من الشباب حابين يكونوا معكم، اذا بدنا نعرف خططكم المستقبليه بالفتره القريبه يلي جايه واليه الانتماء لسند تنمية مرح والتطوع، لانه هي هلا يعني نحن مراكزنا دائما هي مفتوحه، ان كان هن حياخذوا فيها انشطه مثل ورشات العمل، الاستشارات، وكلها هي مجانيه بتتقدم. بالاضافه اذا يعني هن حابين مثلا يتخصصوا بشيء معين بيقدروا يقدموا على البرامج، في صفحتنا على الفيسبوك، على الانستغرام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بيقدروا دائما يشوفونا عليها ويتابعوا كل الاخبار. تمام تمام. كل الشكر لكم ووجودكم معنا اليوم، نورتونا. اهلا وسهلا فيكم دائما، وكل التحيه لكل الفريق العامل بسند. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم، يعطيكم الف عافيه.